والقدم، وإن مما لا يرضاه المؤمن لنفسه أن يحفظ من أسماء من تعلق بطريق من الطرائق أيا كانت، فنية أو رياضية أو غيرها، يحفظ أسماء وأعلاما وأحوالا بالمئات، وربما خلا صدره عياذا بالله من القرآن. وإن مما ينبغي أن يصحح مساره في الأمة أن يكون للأمة عناية عظيمة بكتاب ربها،